فضل معانا على الهاتف صديقي العزيز نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا والمدير المسؤول عن بطوله نهائيات كاس الامم الافريقيه المرتقبه قريبا في مصر ان شاء الله. كابتن فضل مساء الخير واهلا بيك معانا. مساء النور لحضرتك. اهلا وسهلا وسعداء بمشاركتك معانا في الحوار. وضيفنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، كنا قبل ما تبدا تشارك معانا من لحظات قليله بيقولوا انه عنده ثقه كامله في قدراتك وانك انسان مرتب وعملي ومنظم جدا، ولكن خايف عليك من الا تمنح الصلاحيات او ان تحمل اخطاء الاخرين. خلي الكلام يجي لك مباشره والتساؤلات تكون من استاذ ابراهيم حجازي بشكل شخصي. اتفضل يا استاذ ابراهيم. كابتن فضل ازيك؟ طبعا ازي حضرتك. اخبارك؟ قبل ما اخلي يعني قبل ما يعني معلش استاذن قبل ما حضرتك استاذ ابراهيم كلام. بص يا محمد، انا ان ده استاذ ابراهيم ده ابويا وناس، انا لازم اقول الكلام ده عشان الناس تبقى عارفه. الراجل ده بيثق فيا ثقه غير طبيعيه. يعني تربطنا علاقه محترمه جدا، والراجل ده فعلا انا بتكلم قدام الناس، الراجل ده ابويا، والراجل ده من الناس اللي انا قبل ما باخد اي خطوه لازم ارجع له. هو يعني خبره وثقه ورؤيه وعنده ثقه فيا انا زي ابنه بالظبط. ان شاء الله ربنا هيكرمنا عشان الثقه باذن الله. باذن الله طبعا. فضل ايوه حضرتك، قول لي دلوقتي. احنا التميمه متاخره، انا ما اعرفش السبب ايه، خدت بالك؟ انما التميمه كان باحتيالا يا فضل، ان كانت التميمه دي لو اتعملت من شهر مثلا واتعملت عشان ادي فرصه ان انا اعرف اسوقها كويس وابيع منتجاتها كويس وابقى موجوده كويس. انا طبعا السوابق، طبعا اتمنى ما كنتش السوابق دي موجوده دلوقتي، اتمنى كنت اكون افضل يعني، انما اتمنى السوابق. اتاخرنا في الموقع يا فضل قوي بتاع الموقع الاعلامي والكلام ده. انا عارف ان كل الكلام ده مباشره انت ماسك، انا زي اللي ماسك كره نار في عبك يا دلوقتي. لا لا صح انا حضرتك، انا ده العكس. على اي انا هتكلم رسمي بقى يعني كده هتكلم رسمي، ان انا فعلا في البدايه ما كنتش عارف اتكلم. لا 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 اتكلم بالعكس. دي انا اتمنى اكون ان انا اتمنى اكون ان انا ان بقول ان التاخير ده خير يعني. لا لا ما اتمنى ان يكون التاخير في التميمة. قول لي بقى، طمنا على ايه؟ لان احنا كل اللي يهمنا في هذه المساله ان البطوله ديت، عايز اقول لكل المصريين، احنا البطوله ديت اهم حاجه عندنا انها تنجح تنظيميا، اهم حاجه عندنا، لان هو ده الفخر بتاعنا وهو ده مصري. بس هو ده الموضوع. اي حاجه تانية في الكوره تيجي النتائج انا ماليش دعوه بيها، انما انا عايز اقول تنظيميا عايزين نعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده. قول لي بقى وطمنا. هقول لحضرتك وهتكلم طبعا بمنتهى الشفافيه طبعا عشان ده حق الناس علينا طبعا، كل حاجه تبقى واضحه جدا للجميع. هنتكلم بخصوص التميمه. التميمه فعلا كانت يعني متولين امور التميمه شركه اعلام المصريين، وطبعا يعني التاخير ما كانش في صالحنا. احنا كان الوقت ضيق جدا، فاحنا بنفكر في كذا حاجه مع بعض، حاجات كبيره جدا. التميمه طبعا لو طلعت في اي وقت من الاوقات هيبقى في انتقاد، مش عشان التميمه، عشان الوقت وعشان التاخير. ولكن احنا هتطلع باذن الله ان شاء الله 30/4 ان شاء الله، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه جدا، وهتبقى حاجه مش النقطه ان انا اطلع تميمه. النقطه ان اي تميمه دلوقتي لازم اعملها ستوري بورد، ان انا ايه هي التميمه. فدي حاجه احنا بنعملها دلوقتي بنشتغل عليها، وان شاء الله تطلع 30/4 بعد القرعه في حفله خاصه. ده بخصوص التميمه. تمام. بخصوص الاستعدادات، دي بطوله دوله زي ما استاذ ابراهيم طبعا تفضل وقال. في احنا عندنا انفراستراكشر محترم، ولكن احنا من خلال البطوله دي عاوزين نودي يعني نوصل رسائل كثيره جدا للعالم. بجد فعلا احنا محتاجين نوصل الرسائل دي. اولا ان احنا عندنا انفراستراكشر، ولكن محتاجين تطوير كبير. دلوقتي بيتعمل تطوير كبير جدا للاستادات والملاعب. مش عاوز احرق، الناس هتشوف البطوله الشكل هيبقى عامل ازاي، التصوير هيبقى عامل ازاي، الملاعب الارضيه هتبقى عامله ازاي. مش ملاعب الاستادات فقط، ولكن ملاعب التدريب كمان. وتركيزك كمان الورق. حسب ما سمعت يا فضل دلوقتي بتقول ارضيات الملاعب كمان، مش طبعًا بس الاستادات او المداخل والمخارج. لا 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 لا، المنشأة نفسها. انا بتكلم في ارضيات الملاعب، بتكلم في الاضاءات. يعني انا اقول لحضرتك ان كل الاستادات هتبقى 2500 لكس. لكس دي اللي هي الاضاءه، فالتصوير بيبقى جيد وبيطلع ليه شكل مختلف. عندنا الملاعب التدريب هتبقى مينيمم 500 لكس. فانت بتتكلم ان انا ما بفكرش للبطوله فقط، انا بفكر ان انا اعمل ليجاسي لما بعد البطوله لمصر ان شاء الله. حاجه ان انت يبقى عندك كل حاجه كويسه. بنشتغل كتير جدا. خدنا صاله 4 خاصه بكاس الامم الافريقيه. البطوله دي 24 منتخب، هيبقى كل منتخب له ملعب خاص للتدريب. الانتقالات احنا جاهزينها، كل اللي هنستقبلهم في القرعه
حفله القرعه هيتعاملوا معامله البي في اي بي في الوصول استقبال صاله 4. احنا في تفاصيل كتير جدا جدا، ولكن ان شاء الله باذن الله بنشتغل كتير كلنا كل قطاعات الدوله، فباذن الله ان شاء الله هنعمل حاجه مشرفه باذن الله. ان شاء الله. بقول يا فضل بالنسبه لل انا سامع طبعا ان شاء الله الحفل اللي بتاعت عاملين حاجه جديده ان شاء الله في حفل الافتتاح ان شاء الله. وطبعا وانا ارجو انه يبقى ده ما يتقالش، عن عايزين نبقى مفاجاه يعني، عايزين الناس ما تفاجئ بيه في اللحظه اللي بيتعمل فيه يعني، ده 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 ده, ده هيبقى الحاجه الكويسه اللي فيه. السادات الاخرى والحاجات الثانيه دي، وكان في حكايه المتطوعين ديت، وكويس ان كنتوا اسندتوا المساله للدكتور رياض عامر اعتقد انا. طبعا طبعا. بس انا كان لان انا كان شخصيا لي ناس، كان في جامعات كتيره يعني من جامعات خاصه فرنساوي انا فاكر. طبعا طبعا. يعني بيبقى الناس شباب كتير عنده حماس جدا انه يشترك، ودي حاجه كويسه جدا طبعا في التطوع. اول خطوه حضرتك اخذناها احنا دلوقتي عندنا طبعا التي ال اوز اللي هم طبعا بيبقوا مرافقين للفرق، فهم عددهم 23. طبعا احنا هنستثني منتخب مصر 23، فعندنا لغات فرنساوي انجليزي برتغالي، ده احنا خلاص تم اختيارهم وانترفيوز اتعملت، ان ده سكيل مهم جدا لينا. وطبعا ليهم دور ان هم بيبقوا دورهم فاميلايزيشن اللي هي اليوم اللي بعد القرعه، سواء ان هم ينتقلوا للملاعب التدريب او للاستادات، فلازم يبقى عندهم تدريب معين، واخذوا فعلا ورك شوب في الاتحاد الافريقي، فدولت احنا تم اختيارهم خلاص. هندخل بقى على دكتوره جهاد. دكتوره جهاد طبعا اسم قوي جدا، 2006 و2009 عضو برلمان، طبعا حاجه شخصيه محترمه جدا، هتبقى هي طبعا رئيسه المتطوعين طبعا. واحنا بنتكلم في حاجه ان في ويب سايت اتاخر زي ما استاذ ابراهيم قال، ولكن التاخير بتاع الويب سايت خارج والله يعني مش عاوز اتكلم في حاجه، بس احنا ان شاء الله قصدك انه عشان الكواليتي ده لصالح الجوده، لصالح الكواليتي نفسها، المهم يتلحق ان شاء الله بكره. احنا والسوشيال ميديا على فكره طلعت خلاص، يعني احنا فيسبوك ابتدينا نخلي الناس تختار سلوجن مسابقه. الحاجه الثانيه في نقطه انا عاوز اقولها، دي بقى يعني استاذ ابراهيم كنت بتكلم معاه من فتره، وكان هو اقترح عليا ان الناس بفنون جميله تشارك في التميمه، وده كان اقتراح كويس جدا جدا، ولكن النقطه الوقت. احنا عندنا افكار كتير جدا، بس الوقت حاكمنا ان احنا عاوزين نطلع حاجه كويسه جدا، وفي نفس الوقت الوقت قصير جدا. فباذن الله ان شاء الله ان كل حاجه احنا بنعملها تطلع كويسه جدا في الوقت ده، واحنا مصريين يعني واخدينها تحدي، وان شاء الله تعمل حاجه كويسه باذن الله. باذن الله. في سؤال مهم انطلاقا من كلام استاذ ابراهيم قبل ما نبدا في تلقي الاتصال او مشاركتك معانا يا كابتن فضل، هل الامور ماشيه كويس في توزيع الادوار وفي التعاون ومنح الصلاحيات، بدءا من مدير البطوله كابتن محمد فضل، ومرورا بكل فرق العمل اللي هتشتغل معاكم، التنسيق بين الكيانات كلها، اتحاد الكوره، اللجنه المنظمه للبطوله، وشركه اعلام المصريين، كل الكيانات اعلاميه ورياضيه واداريه اللي بتنظم وتشارك في صناعه هذا الحدث، هل الامور ماشيه بشكل كويس؟ في تيم وورك، في هارموني وتناغم بين كل العاملين وكل القيادات لكل القطاعات المشاركه في البطوله دي كما ينبغي ولا لا؟ طبعا طبعا ده حقيقي. وبعدين يعني زي ما حضرتك قلت، انا يعني انا حلقه الوسط للجميع، فطبعا انا يعني ده بطولة الدولة، كل جميع القيادات طبعا بتسعى ان هي تحاول تزيل جميع العراقيل، الناس كلها متجاوبة، الناس كلها عاوزة تعمل حاجة كويسة جدا، في بناخد بنتعلم من الخبرات، في نفس الوقت في ولاد بروميسنج وكاليبر كتير جدا بيشتغلوا على طول ما بيناموش، عندي بيجي لي كل يوم تقرير يومي عن الاستادات والملاعب من رؤساء المجاميع، فلا يعني احنا كلنا بنشتغل، ومش بنشتغل بس كلجنة منظمة او بعض عناصر الاتحاد، ولكن احنا بنشتغل كمان مع الاتحاد الافريقي. احنا تيم كل شيء. طيب بتتكلم ان احنا اتفضل يا استاذ ابراهيم. انا بس الصوت ما كانش واضح في الجمله الاخيره، لكن سامعينك، اتفضل يا استاذ ابراهيم. كابتن فضل عندي احنا وعندهم الامكانيات، احنا بنحاول ان شاء الله احنا نحاول نقرب من حاجه ناجحه زي كده باذن الله. يا كابتن فضل دلوقتي انا مثلا الدكتوره ريجين جودت دي رئيس قسم اللغه الفرنسيه في احد الجامعات الخاصه، عندها 11 طالب نفسهم يتعاملوا، انا مش عارف اكلم هل الدكتوره جاد عامر دلوقتي دي عندهم فرنساوي عايزين ولا اتقفل الباب ولا اعمل ولا نعمل ايه؟ بس يقول لي فرنساوي
حطيتها بعد القرعه وفي نفس الوقت جامعات اخرى في نفس الوقت في نفس السايت هيبقى في ناس بتقدم طبعا وهيبقى فيها انترفيوز ان في ناس ما تبقاش عندها لغات وعاوزه تتطوع. انا هفتح طبعا للجميع، كل واحد اللي عنده لغه هستخدمه في الحته اللي انا عاوزها. وان انا محتاج متطوعين حضرتك من حوالي 1200 لما فوق، ودكتوره جهاد طبعا هي اللي متوليه الملف ده. وطبعا ان شاء الله يعني الملف ده بالذات له اهميه كبيره جدا جدا. يلا خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا استاذ كابتن فضل والنبي الحلقه الاخرانيه. احنا زي ما كنت بقول بشاير رمضان بنعرفها من الاعلام، بشاير كاس الامم عايزين نشوفها في الشوارع بقى. سو حاجه بس نبتدي نقول للناس في كاس امم جايه بعد شويه، وده وقت مناسب ان احنا ننزل نعمل ده. طبعا إيه رأيك؟ طبعا اقول لحضرتك على حاجه، من يوم احنا بالظبط يعني لو حضرتك اديتني 3 4 ساعات هيبقى اول يعني خلاص هو ده هيبقى استقبال الوفود رسميا في مطار القاهره الصاله رقم 4. من بكره يعني احنا من بكره احنا بنتكلم 3 4 ساعات هيبقى اول وصول، هيبتدي الناس بقى كل الوفود كل الامبيز هيبقوا متواجدين في مطار القاهره الصاله 4. هيبتدي هتلاقي حضرتك بقى في المطارات هيبقى فيه طبعا اللوكامتيل بتاعنا او اللي هو الديكوريشن. هتلاقي حضرتك في الشوارع واحنا بننقلهم هيبقى العربيات الخاصه بالبطوله. هيبقى فيه الناس هتبتدي تحس ان احنا فعلا احنا انا بقول لحضرتك بامانه وبكل وضوح الفتره اللي فاتت انا قافل لغايه ما نعمل حاجه منظمه وابتدي بقى من اول القرعه. طيب. عشان اول انطباع هو اللي بيدوم. طيب انا في المؤتمر الوطني بتاع الشباب اللي كان في شرم الشيخ اللي كان الشباب العالم يعني كانت معمول مثلا الاتوبيسات كلها اللي بتنقل كل الوفود الشباب والكلام ده كله على طول اللوجو بتاع الموجود اللوجو بتاع شعار المؤتمر والحاجات دي كلها. يعني القصد من الكلام عايزين الناس ضيوفنا اللي جايين بكره يجوا بالسلامه ان شاء الله من اول ما ينزلوا يعرفوا يعني عايز يتخطفوا يعني عايز اخطفوا اقول له لا ده احنا مصر هي دي مصر. انا مش كده بس انا حضرتك من اول وهو نازل من الطياره يعني هو اول ما يجي يطلع من باب الطياره انا في حد هيستقبله كلهم هيعاملوا معامله البي في اي بي هيدخلوا صاله 4 اللي هيبصوا على العربيات. حتى كمان انا بشكر جدا وزير الطيران طبعا وبشكر اللي هو احمد جنينه يعني انا بقول لحضرتك والله العظيم يا استاذ ابراهيم بكل شفافيه وحضرتك عارفني في اي عراقيل بقول الناس كلها متعاونه وعاوزه تعمل حاجه قويه جدا تليق باسم مصر. فمن بكره انا بقول لحضرتك الناس كلها في مصر ان شاء الله في حاجه قويه. احنا مصلحتنا كلنا هي مصلحه واحده. انا بقول البطوله دي باذنك يا رب وده اللي هيحصل ان شاء الله لان ما فيش تعب بيروح ان شاء الله. وانا عارف ان يعني ثقتي فيك بلا حدود. انت عارف يا فضل ان عارف انك انت تتحمل المسؤوليه ازاي. انما ان شاء الله يا رب ان شاء الله المكسب الحقيقي بتاعنا التنظيم بتاع البطوله نجاح البطوله. احنا بنقول لهم ان دي مصر مصر هي دي مصر يا جماعه دي ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا كابتن محمد فضل ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن فضل. بشكرك على مشاركتك معانا وبالتوفيق لك ولكل فرق العمل ولكل يعني كتيبه العمل اللي هتشتغل وتنسق مع بعضها من جهات وقطاعات مختلفه من اجل نجاح هذه البطوله وخروج نهائيات كاس الامم الافريقيه لكره القدم في مصر بالشكل الامثل ان شاء الله على مستوى كل شيء، الاداء والخدمات والمستوى التحضيري والسياحي والانشاءات كل شيء زي ما قال الاستاذ ابراهيم وملاعبنا وارضيات الملاعب كل الامور حتى التسويقيه والاعلاميه اللي بتسبق وتصاحب فتره البطوله نفسها.